السلام عليكم. السلام عليكم. المهم ما غنطولش درت هاد اللايف في ساعة. توحشكم، نسلم عليكم بعدا. شكرا لكم بزاف على الدعاوي كاع الناس اللي كتسول فيا، مالك اسماعيل غبرتي ياك لاباس مقلق شفت ماشي هو هذاك. المهم شكرا لكم بزاف على المحبة ديالكم بعدا وعلى الدعاوي ديالكم، سواء نساء رجال كبار صغار، وهذا الشيء اللي واقف معايا كنبغيكم بزاف. المهم قررت بغيت ندير هذا اللايف، منه نقول شنو كاين اللي كيسولني، ثاني نوضح شي حوايج حيت عييت من الكتابه، عييت من نفس الهضره، واخا سواء في المنابر الاعلاميه ولا داكشي ما كاين. المهم الانسان هو يهضر سبونطاني، ومنطوش شنو كاين باش توضح واحد الانسان، توريه شنو كاين يعني صلب الموضوع ما وراء الكواليس. نتمنى اموركم تكون مزيانه، الله يسهل الامر كل واحد. شنو نقول لكم؟ المهم انا واقع لي شي مشاكل اللي كتسولني، واقع شي مشاكل مهم شخصيه وعائليه وداك الشيء. الامر وما فيه انني انا ما بقاش ساكن مع دارنا، ماشي تخاصمنا ولا، المهم انا ما بقاش ساكن مع دارنا، حاولت نخرج حيت على حساب الصحة ديالي، على حساب كلش، ما نقاش نعيش في لا ميديتيراني على داك الكونسير اللي عندي. الحمد لله انا الكونسير دابا تقريبا نقص بزاف، كندير غير كونترول. الدار ماشي كان ولد فلان ولا فلان اللي غادي يخولني انني نسكن في شي بلاصة، ولا انني غادي يحاول انه يكري لي ولا يوكلني ولا يشربني ولا يداويني ولا بزاف الحوايج، حيت كتابعني مصاريف تم الدراسة ديالي. كيف عارفين انني موقف الدراسة حد الباك، الباك ما دوزتوش صافي دابا 3 سنين، يعني غير هاد المعاناة. وعارفين انه قبل كنت عند عمتي وما بقيتش عند عمتي في فاس، دابا تنقلت للرباط وكازا، دخلت ونديري في الرباط وكازا، دابا عند الناس ساكن هنا، كتلقى الخير في الناس وما كتلقاش في عائلتك. عمتي وقفت معايا ادت الواجب ديالها، ولكن انا مشيت بحالي. الناس اللي وقف معاهم هذا غا صاحبي ومع عائلته، دابا عام وانا معاهم، ما كنهضرش معاهم عام كامل، ولكن مره كنمشي مره كنجي مره كنمشي. لي مويا دو ترونسبور مني انا، الدواء مني انا، كلشي. ولي ديري ما بقيتش كنصدعو حيت انا عارف لوكا ديالو انه ما قادرش على المصاريف، انا اللي كندبر باش نجاوب الناس اللي كيقولوا لك انت راه كيعاونوك الناس، ماشي يقول لك انت راه كيعاونوك الناس وكيعاونوك المشاهير وكتخلص من المرابير الاعلاميه وبزاف د الحوايج. معنينا انا ما كنتخلص لا من المرابير الاعلاميه، دوك البرامج اللي كنديرهم سواء ان ميساج ديال التحفيز، لان كندير انا كنمشي للجامعات كندير محاضرات كنديرهم غراتويت، لا ترونسبور لا حتى شي حاجه، حيت انا تربيت في النفس تربيت هكاك، ماشي النفس على عندي ما عنديش، وتربيت فيا النفس، واخا يكون كان فيا الدود وما رضاش نمشي عند شي حد نقول ليه عطيني ولا دير ليا. هذا الكلام هذا مش كنسمعوا من الناس اللي في لي كومونتير غادي نجي وغنمسح ليه كومونتير ولا غندير ليه بلوك، لا كنسمعوا من الناس اللي كنعرفهم كيجلسوا مع بعضياتهم كيداو لذاك الكلام وكيجيو كيوصلوه ليا، كنقول معليش غنتناسى كنخرج في لي زيميسيون كنوضح، كنخاف يمشي شي واحد يقول لهم حقه ما تحقه راه خلصت عليه راه درت ليه باش يطلع على ظهري. شو كنوضح، ما كنطلب، ما كنشفق على شي حد، ما قلتش واحد وكلني ولا شربني، الحمد لله تلاقيت صاحبي جالس معاهم في دارهم الى مات الله اعلم. ما لقيتش جهد، ما خدام، ما قاري في عمري 21 عام. كتقولي كتعرف ناس، فين هما هاد الناس اللي غنعرفهم؟ الناس عارفيني انني انا ما كنطلبش ياك، الحمد لله تلاقيت الطبيبه ديالي متفاهمه معايا انني كنخلص داكشي الدواء ديالي وكنخلصو كنردو لها
بالكلوبس وداك الشيء كنحاول نضل لها ميتيو. دابا ما بقيتش مع الوالد ديالي، انا خرجت. اها ما علينا، انا خرجت وكندبر على فلوس. انا شكون يعاونني؟ عاونتني واحد السيده، وديك السيده مقعده سميتها دليل المزروعي، وعندها مجموعه في التراديه تاع الفيسبوك الناس ديالها اللي عاونوني. وباش عاونتني حتى قالوا لها الفيلم اللي شي فيلميات كنت كيعرفوها، قالوا لها اسمعي راه ما عندوش باش يكمل دوره ما كيرضاش. حسي مسي صفطات لي ما في خبري والو. شوف باش يجي عندي شي واحد يخرج شي واحد سواء كيطبل ولا كيغني ولا معروف ولا المهم، ويجي كنقول عاون اسماعيل، انا ما عمر عاوني شي حد، فهمتي؟ ماشي كنفضح ولا كنوضح، حيت ما غنرضاش يخرج شي واحد يبقى يقول لك عليك انا عاونتي. انا الله يجعلني نبات في الزنقه والشط طيح عليا وما نداواش. انا كاع الحمد لله انا سيطاش ميثيرابي غادي ثيرابي كندير لي كونترول، خصني اطباء نفوت عليهم ها العين ها الكرش ها 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 عش العين ما بقيتش كنكملها حيت ما عنديش. لا صافي كنعيش انا اونيفو دو بسيشيك، انا واحد الانسان كنعيش اونيفو دو بسيشيك، كنداوي راسي اونيفو دو بسيشيك، فهمتو؟ كنداوي راسي انا اونيفو دو بسيشيك، ما عنديش باش ندير سكانر كنجمع راسي وطويل. دابا عندي خصني دير اونيفو ما لقيتش، صافي غنمشي غنطلب شي واحد غنقول ليه هالعار عطيني، كل واحد بهمو الله يحسن العون. انا ما لقيتش ولكن كيفاش؟ الحمد لله عايش واكل شارب. وليديا ما قدروش انهم يديروا الواجب، انا حسنت لهم العوان حيت بزاف عانوا معايا. دابا انا كبرت الله يحسن العوان، عرفت هما ظروفهم. انا خرجت حاولت ندبر على راسي، باش نحاول ندبر على راسي قلت لكم ما غنطلب حتى شي حد وغنقول ليه دقدق خدمني ولا دخلني لهذا الشيء ولا اش غندير ولا اش غندير. انا غنضبر كيفاش غنخدم على راسي، واخا نعرف راسي شي طرطوارات نصبغهم ونمسح الطوابل ونجيبها بعرق كتافي، حيت هكا تولفت وهكا تربيت يعني حزاج ديالي الحمد لله. وشكرا للناس اللي عطاوني شي قدر، وقلت لكم هي دليل مزروعي. وكاينين صحابي اللي شربوا لي اكسجين اللي هي اللي كنديرها مره ملي كنتخنق، من غير هاد الناس حتى شي حد. اي خرج واحد غادي يقول لك حكا كنسمع شي هضره قالت لنا فلانه ولا قالنا فلانه، ما عاوني حتى شي حد. شنو ما عاوني؟ هادي ماشي كنقول حتى شي واحد ما عاوني وما طلب حتى شي حد. شنو نقولها لكم؟ انا هنا انسان اللي عانى وبقى كيعاني وما كيشكي ولا كيبكي، ولكن هنا كنمرر الميساج للناس اللي كنعيش به. بون فينال الحاجه اللي حسيت بها في الدنيا كنبارطاج لكم. ما انا كوتش، ما انا بسيكولوج، ما انا شي حد ولا شي حد، انا كنعيش واحد المو في الحياه حسيت بالدنيا معناها، حسيت بالدنيا اش كتعطيك وقريتها وفهمتها واستقبلتها بصدر الرحب وكنعيش معاها، فهمت؟ باش تشوفوا داك ليماج ديال الانسان لاباس وخارج في الميكرو، وهذا راه باينه مدبر عليه شي حد، هذا باينه كيعاونوا الجمعيات، هذا تشوفوا مصور مع شي ممثل شي مغني، هذا راه باين كيخلص عليه فلان. لا خويا لا كل واحد عايش همو، ماشي غير انا، لكن ما كفس مني. ولكن واحد الانسان اللي كيسمو عنده النخوه وعنده النيف ما كيرضاش، بون فينال ما كيرضاش. انا كنعيش حياتي بون فينال، الناس تضحك معايا هذاك هو لو بليزير ديالي، انني نوصل واحد الميساج والناس تحس به وتاكسبتيه وتغير، هذاك هو لو بليزير ديالي. كنمشي عند الدراري الصغار كندير دي فيزيت كنحاول انني نمرر لهم الميساج، كيفرحوا كيداوا شي حد كيبغي يدير كمل دواه، هذاك هو لو بليزير ديالي، هذاك هو لا شيموثيرابي، هذاك هو الدواء ديالي، هذاك هو كلش. باغينا وبخير صافي فهمتوا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. ما بقيتش باغي نسمع هاد الهضره، بركات غير لي انا في القلب، راني انسان قسمعوا تقولوا لي انت كتصبر. كنصبر وراجل ونص على بزاف ديال شي واحد، الحمد لله راجل ونص راضي بقدر الله، سواء من مرت واحد حد اللي عطاني الحياه وعايش مشاكل ومشاكل ومشاكل وخازنهم في قلبي، حيت ما مولف لا كنشكي ولا كنبكي. جيبوا لي شي ايميسيون وحده خرجت وقلت لواحد عطيني ولا عاونني ولا ديرني ضرب الطم، انا كنخرج انني نمرر دي ميساج بوزيتيف. بون فينال ماشي ديما جوج بوزيتيف نبقى نعيق على بنادم حقا صبروا وديروا، لا ما عنديش مع داك الشيء. انا شنو عشتو وشنو تعصرتني الدنيا حتى وليت هكا كنبارطاجيه مع بنادم. سمحوا فيا الاقارب، ما تلاقيت عوين من الاقارب، كلشي عانيت منه. كنت فاس بوحدي وكانوا عندي تمام عائله بالدم وما عمري وقفوا معايا، ما عمري
الحمد لله قبلت وعاش المراره ديال الحياه وقابلو داكشي كامل اللي عشتو. كاين دي زيستوار صعاب نقبلهم عطاهم لي ربي سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، هذا هو واحد في الدنيا. ولكن حيت ما نخرجش هاد الحياه تفوت غير هكاك، باغي نخلي شي حاجه ما كنتخلص عليها، ما كان ما ماشي شي حاجه، فهمت؟ يعني دوك زعما اللي كنديرهم راه كنديرهم غراتويتمو، همي الناس. شحال واحد عندي قال حق ندير يوتيوب، اش غندير في يوتيوب؟ نبقى نخرج الناس، نبقى نقول لهم انا واكل، انا شارب، انا داير، انا نقصت. هذيك الناس اللي كيديروا لي فلوغ، مع احترامي لهم، كل واحد موهبه ديالو. انا ما غنمشيش غير انا واحد غادي ندمر واحد مثلا بحالي، انا غنشوف شي واحد خارج نقول ويا حتى انا كون بغيت مشيت عاش هذاك مشى، كتدمر الانسان، كتدمر الانسان وكتدي فلوس على والو. وكتمر تدي لي ميساج انا نبقى نخرج، انا نبقى ندير لي فلوغ، شوفوني شوفوني، شنو غندير داك الشيء؟ انا درت اليوتيوب غندير واحد شي حاجه هدف، اما اني نبقى نقص عباد الله شوفوني شنو كاين، داك ما عندها حتى شي هدف. مع احتراماتي للكل، تقولي علاش كدير، علاش ما كديرش لا بوبليسيتي في انستغرام في فيسبوك؟ ولفت هك، ما كنتش واقف على داك الشيء، دابا فكرت فيه قلت اجي الناس كتقول لك الهضره علاش ما نديرهاش. غنولي ندير لا بوبليسيتي باش نولي ناكل ونشرب لقد الله. باش واحد اللي جا عندك ويقول لك حق هذا وكان غا مريض وشفنا هنا كيدير، اخويا الا انا مريض الحمد لله مرضي عطاهني الله وقابل به وراضي به وديباسيت لي مومون لي تري ديفيسيل والحمد لله ما بقى لي حد ما فات، ما عندي مشاكل ومقبلهم عايش. رجلني الكونسير اللي رجلني ورجلتني محنت الدنيا وربي بغى هذا الشيء باش طلعني انا هكا، فهمتي؟ انا كان نحاول نرسم حياتي، ما تلاقيت عوين، ما تلاقيت حد، انسان عندي عاطفه عندي حس، ما تلاقيت حد. كاع دوك اللي كانوا كيقول لك اسماعيل حبيبي ودايره وعزيز عليا، انا باش نقول لكم واحد الميساج، ماشي كان كلشي كيبغيني الحمد لله وكلشي عنده عزيز، باش نقول لكم واحد الميساج، نقول واحد الميساج، ما عمركم تنكروا على شي واحد في هذه الدنيا من غير والديك ومن غير راسك ومن غير صحتك. هاد الحوايج ما عمرك تنكر على شي واحد، الا قدرتي تقرا قرا وكافح، ما قدرتيش تقرا عندك صحتك وخرج، عندك والديك تهلا فيهم. الا مشاو لك هاد ثلاثه قسما بالله العلي العظيم ما تلقات شي واحد اللي يدق عليك واللي يقول لك واش كليتي واش شربتي واش خلصتي واش درتي، حتى شي واحد. اخرتهم اللي شافوك بالصغاق ميجا يقول لك هذاك راه عنده، هذاك راه داير. حيت المره الفايته دارت واحد اللايف وطرطقت فيه وهضرت فيه ودات بلي داكشي ما خلاش الاكل ديالو، غنعاودوه ما فيها باس، ماشي معصاب ولا بقى فيا الحال، انا ما بقى فيا الحال، انا الكونسر اللي كيشتت عباد الله ما بقاش فيا، يبقى فيا عاد الهضره ديال الناس. غير كنبغي نوضح حيت الهضره بزاف انت واحد الانسان اللي كتكون مضرور في خاطرك وبصح صابر وراجل مري، ولكن بزاف والكذوب بزاف. صافي سنينة اللي بغاني مرحبا به يبقى عندي، ما غنعرضكم، ما غن الحمد لله محبه الناس راه في القلب وانتم هما اللي كيف كنقول. ولكن باش واحد يبقى يخرج ويبقى يقول درت لسماعيل فعلت سماعيل ما عاوني حد، عاونتني سيده وحده وجروبها هي دايره المزروعي فقط. شوفوني مصور مع شي وحده ولا مع مصور مع شي واحد معنقو ولا شكرتو وتجيو تقولوا لي راه دار لك وداك ما دار لي حتى شي واحد، هذا اللي كان. وهذا الشيء بغيت نقول وما مستعد نشفق حتى شي حد، قلت لكم واخا يبقى فيا عرق واحد كيضرب، عرق واحد كيضرب، هذه هي النخوه وغنبقى هكا تنموت هكا. قدري في الله ما عطانيش حقي في القرايه، باغي نشوف غنرجع وغنشوف اذا قبلوني في الباك غنكمل قرايتي حتى انا وغنطمح انني نقرا. قلت لك واخا نعرف راسي نمسح الطوابل ونخدم ونجيب باش نقرا ونكمل، تلاقيت شي خدمه غنخدم، المهم اي حاجه نديرها باش نهز راسي. دابا انا خرجت من والديا انا بوحدي نعول على راسي، فافينا مرضي ولا ما مرضيش ولا عندي ولا ما عنديش، فافينا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، بركه. تعرفوا الحقيقه هذا هو الحق، ما كنتخلص على ديز ميسيون، ما كتعاونيش شي جمعيه وما عمر عاوني شي حد، عاوني الناس باللطف ديالهم. وانا عوان ديال لا بوبليسيتي وعوان بقيت انا ندير لا بوبليسيتي باش ناكل ونشرب، ما فيها عيب، ما فيها عيب صافي. وانا وجهي ما غنعطيش المنواله،
وجي الناس بغاو وثقوا به، والحمد لله محمد عند عباد الله ما طبلت ما غنيت ودخل في قلوب عباد الله. اللهم لك الحمد، انا دابا في كازا وعند الناس وهزيني كثر ما هزيني الاقارب ديالك. باش نفهمكم راه والله ما غتلقاو شي واحد هاد الزمان قل من القليل اللي يعتقك ولا اللي يشوف فيك. الحمد لله هذا ما كان. عيشوا حياتكم، ديروا مستقبلكم، الله يرحم الوالدين. حنا في واحد الوقت تاع 2020 الناس كتطمح، الناس كتطمح من قبل. بركه هذا داير، هذا فاعل، هذا تارك، هذا 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 بركات بركات تسلط عندي بركات. راه الضر اللي كيعيشو الواحد بالداخل ديالو ما حاس بيه حتى شي واحد. بغيت واحد يكون يجي واحد يكون يبقى يبكي يبكي على عباد الله، راه الكره الارضيه غتغرق. صافي عيشوا طلقوا هذا السرح، ربي يعطيك واحد الحظ في الحياه، وان ما عطاش باش ديباسي ايوا حاول تكرد باش ديباسي. ما تبقيش تشوف شي عباد الله صافي ضاحك، راه هذاك متفرو، راه كل مدقوقه فينا، كل مدقوقه فينا، كل مدقوقه، كل شيء عطاه الله. هذا ما كان. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. هذا جوست واحد اللايك وغنخليه باش اللي ما سمعوش دابا يسمع من قبل. حيت بصح عييت، ما نكذبش عليكم، عييت بهضره الناس، عييت بالاكاذيب والاقاويل وما فيها باس نوضح، وحقي هذا وحياتي هذا. شكرا لكم بزاف. دائما وابدا انا ما واقع ليا والو، هذا الشيء اللي واقع ليا انني عايش واحد المشاكل عائليه واجتماعيه وصحيه وداك الشيء غادي باس الحمد لله. راه فوت الحدان دابا قاع هذا الشيء هذا، والحمد لله تلاقيت العائله صاحبي. انا غنحاول ما امكن انني نخرج ونخدم وندبر على راسي باش نخرج نكري ونقرا وندير شي مستقبل، ندبر شي حاجه غنديرها. انا وليت كندير لا بيبيستي وغنولي ندير اليوتيوب ان شاء الله، وندير شي محتوى زوين باش ناكل ونشرب، باش انني نطلب راه ما غنطلبش. شكرا دايلة المزروعي، وشكرا للجروب تاع ناس دايلة المزروعي، وشكرا لصحابي اللي شاو لي اوكسجين، وشكرا للناس اللي بزاف على حبهم. هذاك هو الدواء، الناس اللي بغاوني هذاك هو الدواء. والحمد لله انني داخل قلوب الناس، والحمد لله انا كنوصل لشي حاجه اللي زوينه عاشوها الناس. هذا هو مرادي باش نهار من نموت ما غيوقف معايا لا مال لا بانون، غيوقف معايا غير الله يرحم الوالدين لهذاك السيد، الله يرحمه كانوا كان وكانوا كان. راه ما كانش بيض عباد الله، وكان سمع الهضره، كنسمع الهضره بزاف، وكاتوصلني كاتوصلني سواء من الناس معروفين، وكان سرتها وكان سكت باش نخرج تاعنا من طرف المرابير. هذا دار لي، هذا فعل لي، هذا تركني لا ما عمرها غتكون. واش نقول لكم؟ ما عمرها غتكون. هذه فلانه دارت لي، انا ما عمرها غتكون. انا راه ولد الناس ومربي وتربيت باصلي وفصلي وعارف شنو كاين. اللي بغى يهضر يهضر، دار توضح للناس باش شي واحد يتخول له نفسه يبقى يركب على ظهري. وصلت على النبي محمد رسول الله. طاب يومكم واسبوع موفق، والله يسهل على كل واحد، والله يشافي كل واحد، وعيشوا حياتكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، وسمحوا لي طولت عليكم، الله باش تعرفوا الحقيقه شنو كاين. مع السلامه.